سأقترح لكم فكرة من عندي. إن احترتم بطبق اليوم فاسرعوا بطهو طبق المندي، فطعمه شهي ليس عليه لوم. السلام عليكم، اليوم رح أعمل معاكم مندي بطريقة كتير حلوة وصحية وزاكية ومميزة. احكي بسم الله ونبلش مع بعض. أفضل حجم للدجاج من 1200 ل 1500 جرام. بتركيا ما في أي حجم صغير، أنا اخترت هذا الحجم. هذه الدجاج اللي أنا جبتها كيلو 700. العادة بالنسبة لتنظيف الدجاج قصيت الإطفر، وهاي المنطقة الموجودة هون الزايدة شلتها. طبعا الدجاج منقوع بمي وملح وخل. إنه غلط بس للراحة النفسية. ونحكي بسم الله الرحمن الرحيم. لا هون أنا حطيتها بالمحلول الملحي. وهلأ يا سلام على بهارات الدجاج. بهارات المندي كتير بسيطة بس طعمها خرافي فعلا. رح احتاج اول اشي للكمون، للملح، بهارات التومة، الفلفل الاحمر، بهارات المندي والبصل. عفوا هذه بهارات مندي مو كمون. رح احتاج الملون، انا عندي ريج زعفران. رح احله مع مي او مي ورد الموجود عندكم ومثل ما بدكم. إذا ما عندكم زعفران حطوا ملون طعام أحمر، وإذا كمان مش موجود مش مشكلة وبلاش منه. لا رح أصفي الزعفران، كان الزعفران بودرة ما في داعي إنكم تصفوه. طبعا أكلة المندي سهلة وبسيطة وكتير زاكية، يمكن تعمليها مرتين بالأسبوع. هلا رح أجيب كل البهارات اللي حكيت لكم عنها وأحطها على الملون. طبعا بالنسبة لبودرة البصل والتومة هذه إضافة من عندي. الأمانة أنا صراحة ضفت معلقة خل علشان الدجاج يكون كتير جوسي. هلأ بخلط البهارات مع بعض. أثناء ما بتحركوا صلوا على سيدنا محمد وشان الله يبارك لكم بالوقت. هلأ بحط كل التتبيلة على الدجاج، بضيف عليهم معلقة زيت. وعن ست أخبركم إن الدجاج لازم يكون بجلده علشان ما ينشف بالفرن. في نفس الطريقة طريقة هندية بحطوا مع الدجاج لبن. هاي الطريقة مثل أنا ما بحكي لكم عنها، سهلة كتير. لا بدها لا لبن لا دبس فلافلة ولا مية بندورة. وهلأ صار الدجاج لونه أحمر، يا سلام. هلأ بدي أحكي لكم عن بهارات الرز. هذه لا كبسة لا برياني، بهاراتها لازم تكون خشنة. موجود عندي لا جزر ولا فلافلة ولا إشي، رح أحتاج هدول بهارات. أول إشي بصل مفروم ناعم، بعدين بحتاج للومي، عيدان قرفة، كمون حب، كزبرة، ورق غار وهيل. غار وبهار حلو. بهارات المندي كتبتها بصندوق الوصف. ملح، معلقة شاي، فلفل أسود. إذا بتحب الفلفل الأسود يكون حب حطيه. هذا بهار حلو بيشبه الفلفل الأسود بس حبته أكبر. هذه الحبة حجمها أكبر من حبة الفلفل الأسود. سموا هذه الحبة ببلدكم. هذه المعلقة معلقة الشاي يلي بعير فيها البهارات. على سيرة الشاي رح أعمل معاكم كاسة شاي. نفس البهارات بضفت عليهم سنون تومة. بالنسبة للطنجرة المهم الطنجرة انها تفوت الفرن. حطيت اول اشي معلقة زيت، بعدين بدب فيها البصل. وأضيف البهارات الخشنة. بضيف بهارات المندي وملح والفلفل الأسود. بخلطهم مع البصل واللوم. بهارات الخشنة. هلأ بنزل سنون التومة. بالنسبة للرز لازم يكون رز طويل مغسول مش منقوع. أنا غسلته بس غسيل. إنه هذا الرز لو كان منقوع رح ينهرس بالفرن وبيعجن معاكم إذا كان منقوع. هاي الأكلة بيعملوها أهل اليمن، وجه الخصوص حضرموت ومدينة عدن.
يختلف العدني عن الحضرموتي انهم يضيفوا معه معكرونه، رز ومعكرونه. هاي الطبخه حصريا لازم تكون جوا الفرن. هلا بسم الله رح اقلب كل الرز مع الخلطه. هلا بالنسبه لمية الرز انا بعايرها بالنظر. انا بس بغطي وجه الرز اشي يكون ابو سنتي، انه اذا كترت رح يتعجن. تقريبا كل 4 كاسات بسمتي بيحتاجوا 6 كاسات مي. بعد ما خلصت المي بغطي طبقة الرز بوجه قصدير، طبقة قصدير واحدة طبقتين علشان تحمل الدجاج. هلا بخزق القصدير وطحات المتباعدة بالطول وبالعرض. علشان الدجاج يستوي على البخار، هاي الطريقة نكهة الدجاج بتنزل على الرز. وهلا بقعد الدجاج على القصدير. وهلا تتبيلة الدجاج اللي زادت ما بكبها برد اضيفها على الدجاج. هلا بحط ورقة زبدة وبغطي فيها الدجاج، وفوق هذا بحط ورقتين قصدير. هلا بحطها جوا الفرن ما بتزيد عن ساعة على درجة حرارة 200 درجة. أكثر من هيك الرز لا سمح الله بينحرق. وهلا المندي حصريا بتضيف معاه سلطة اسمها السحاوج. دورة بحط فلفل، طبعا بحط بس طرف الفلفل. كتير حار، اللي بتحمل الحار بحط كتير. وبحط 2 توم، بصل اخضر، لا بحط ليمونة، وعلى الخلاط شوية ملح وحب كزبرة. طبعا السحاوج عملت على طريقتي، واذا عندكم نعنى اي اشي تضيفوه حطوه عادي. هذا شكلها النهائي. هلا بسم الله استوت الدجاجة، ريحتها وشكلها بجننوا على الاخر، يا سلام. عن هذا بدون لا تحمير ولا تأمير، بس تخيلوا استوت على بخار المية. وهلا وصلنا للرز، عن جد كل حبة فيها محبة، وكل حبة بتشبه الثانية ولا ملزقة بأختها. وبسم الله ما شاء الله منظره جوسي مش ناشف، الالوان الحبه متفتحه. ضافي انها صحيه جوا الفرن، رح تعتمدي هاي الطريقه بالمناسبات بالعزايم برمضان. هذه الاكله اصلها تنعمل بالفحم على الحطب، انا هلا رح احط فحمه افحم الرز. فنجان وبغطيه بقصدير، بحط فحمة وعليها شوية زيت وخمس دقايق. بسكرها 5 دقايق وبكمرها بقماش حتى ما يروح كل البخار، تاخد نكهة كل الدخنة. ديروا بالكم تفحموا الرز كتير لأنه رح يمرمر. هلا بعد 5 دقايق، وهلأ بسم الله ما شاء الله الرز ريحته بتجنن، منظره لحاله بيحكي. طبعا انا حطيت لمستي، حطيت لوز وزينتها. هي بالاصل لا بتزين لا بلوز ولا ببقدونس ولا باي شيء، الموجود عندي انا حطيته. من الرز لحاله مزين، انا ضيفته هلأ مع فجل لانه كمان مزين بالبهارات الزاكية. تانو ألف عافية، عن جد بتمنى، مو عشان أنا عملت الطريقة، بتمنى عن جد إنكم تجربوها. بتمنى فعلا إنه الفيديو يكون عجبكم، تعطيني رأيكم بصراحة، ولايك شير اند سبسكرايب.